في كلام النهاردة برضو عن تراجع في أسعار البيض في الأسواق، وده اللي أعلنت عنه شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن. نشوف إيه اللي بيحصل في القصة دي. أستاذ أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بيك. لو ما نزلتوش كويس نقطع البيض برضو عادي يعني؟ والله يا فندم مقاطعة المنتجات المحلية يعني ايوه المنتجات المحلية دي يعني نشجعها ما نقطعها. تمام. هي بتساهم في الاقتصاد الوطني. حلو، وانتوا كمان مش بتساهموا ليه معانا؟ منتج... احنا بس اللي هنساهم يعني. ما هو يا فندم احنا قطاع الدواجن وخصوصا بيض المائدة تعرض لأزمات شديدة جدا. ففي حالة ان الأسعار بترجع في الارتفاع ده بيؤدي زي ما احنا وصلنا دلوقتي حاليا ان المعروض بقى كتير فالأسعار بتنخفض. لا في مقاطعه ولا في حاجه، ولكن ما دام المعروض بقى كتير الاسعار بتنخفض اوتوماتيك، مش محتاجه اي تدخل من اي حد. فبما ان بدا يبقى في استدامه في توافر الاعلاف، بدات المنتجين الاعلاف نزلت جديدة. نزله جامده يا استاذ احمد. نزلت يا فندم. يعني مقارنه فيما سبق لا، برضه هي طبعا اغلى من مش فيما سبق قوي مقارنه باول ما طلعت سعر الاعلاف وصلنا ل 30,000 والارقام دي كلها. انا بتكلم في هي المرحله دي. هي طبعا تراجعت اسعار الاعلاف. انا بقى الزياده اللي زودتها في الدواجن، انا مش هكلم حضرتك عن الفراخ لان حضرتك يعني بنتكلم عن البيض. بس برضه ممكن تقول لي يعني هو ملف واحد. اسعار البيض تراجعت بنفس التراجع اللي حصل في اسعار الاعلاف، وهتقول لي معاك ملتزمات الانتاج والعماله وكل الكلام ده في الحساب معانا برضو. طبعا ما هي في حاجات كتيره قوي زادت في مستلزمات الانتاج، ولكن اللي اقدر اقوله لحضرتك البيض عشان اسعاره تتراجع ده محتاج ان المنتج يتشجع ويدخل دورات جديده، وده اللي بدا فيه حاليا بعض المنتجين اللي بدات تدخل دورات جديده، وبما انه بدا يدخل دورات جديده يبقى السعر يتراجع. وده حصل من كانت الكرتونه بتوصل للمستهلك حوالي 180 جنيه، حاليا الكرتونه يعني من 140 ل 150 جنيه اقصاها. خلاص فده تراجع، وتراجع بنسبه حوالي 30 40%. هنقف عنده؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك كده، طول ما في دورات جديده بتخش السعر طبعا، لان هي سعر التكلفه على حسب الانتاج. كل ما في دورات جديده بتخش بتدخل. بقول لك ايه يا استاذ احمد كمواطن وايدك في الموضوع. نعم. وده ملف حضرتك، السعر العادل لكرتونه البيض ايه؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه، مش الرقم اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، السعر العادل. ما انا هقول لحضرتك على حاجه. الفكره كلها حاجه يا فندم، ان الفتره اللي فاتت ما دخلش دورات جديده تعمل احلال وتجديد للدورات اللي عندنا. الدوره ليها عمر افتراضي، بعد كده الفراخ بتبيض بنسب اقل، فمعنى كده ان هي بتبقى تكلفتها اعلى. لما نيجي نوصل للوضع الطبيعي هتلاقي ان تكلفه كرتونه البيض هتقل جدا، بالتالي هيزيد الانتاج وبالتالي الاسعار هترفع. لكن في الفتره الحاليه لغايه ما الدورات كلها القديمه للعمر بتاعها كبر عقبال ما تتجدد لازم ناخد فتره انتقاليه. ده امتى ان شاء الله يعني؟ قدامهم قد ايه؟ يعني في خلال اشهر قليله باذن الله يتعدى. اشهر دي يعني كام شهر يعني يا دكتور؟ يعني باذن الله على شهر 10 هيتعدل الوضع باذن الله خالص. اصل انا قدام تصريح من دكتور عبد العزيز، يعني هو رئيس الشعبه. لا دكتور عبد العزيز يعني استاذ فاضل، ولكن هو الغرفه التجاريه، ولكن احنا اتحاد المنتجين. ماشي، الغرفه التجاريه لاتحاد منتجي الدواجن. ماشي، ما يعني هو طيب، ما احنا ما رحناش بعيد. وهو نفسه متضايق قوي من الاسعار، بيقول انها اسعار غير عادله وما ينفعش، وفي مغالاه في اسعار فراخ وفي اسعار بيض وكل الكلام ده، ولازم انضباط، وبيكلمني عن رقابه اكتر. هو ممتاز يا فندم حضرتك. انا اقول لحضرتك على حاجه. طيب كمنتج انا هفكر الاول كمنتج، بعد كده هفكر كمستهلك. كمنتج انا ما خدتش الدعم ولا خدت فتره الاعلاف لما كانت غاليه جدا والناس قفلت المحطات بتاعتها، عشان انا ما اقدرش اجبر اي منتج ان هو يفتح مزرعته تاني او يدخل دورات جديده الا لما يبقى فيه اسعار مشجعه ان هو يدخل، وبالتالي الاسعار تنخفض. طب الاسعار دلوقتي مشجعه وحضرتك بتتكلم على انه هيكون أيوة في اقبال. الاسعار دلوقتي الاسعار دلوقتي مشجعه جدا. طيب، وان يعني سعر كرتونه البيض بدل ما كانت ب 180 و190 سعر كرتونه البيض وصلت ل 140. لا لسه هنتكلم تاني ونتابع مع حضراتكم بقى الفتره اللي جايه. على شهر 10. أيوة. شهر 10 هتلاقي اسعار مختلفه تماما. يا رب يا مسعد. شكرا جزيلا استاذ احمد نبيل نائب رئيس شعبه بيض المائده باتحاد
منتجي الدواجن.